كتير جدا نسمع اجدادنا والناس الكبيره يقولك ما تروحش تتمرن في الجيم هيجي لك فتاق، وكتير جدا جدا فعلا من الناس اللي بتروح تتمرن في الجيم بيجي لها فتاق وبيجي لها مشاكل كتيره جدا جدا. ده ممكن يكون بس بسبب عدم تنظيم التنفس اثناء التمرين. ان شاء الله في الفيديو هنبدا نعرف ايه مخاطر ان انت ما تنظمش نفسك اثناء التمرين، وازاي نبدا ننظم نفسنا بالطريقه الصحيحه اثناء التمرين ان شاء الله. يلا بينا. السلام عليكم، معاكم دكتور حازم طارق، دكتور علاج طبيعي. التمرين من الحاجات الرائعه لكن بيحفه العديد من المخاطر، لان هو مش اكتيفيتي او مش نشاط في الطبيعي بنبدا نعمله. فما دام هتروح تتمرن لازم تبقى عارف انت بتتمرن ازاي بالظبط. واحد من الحاجات المهمه جدا في ان انت تتمرن ازاي بالظبط ان انت تبقى عارف ازاي تنظم التنفس بتاعك. طب ايه هيحصل لو ما نظمتش التنفس بتاعك؟ لو بدات تكتم نفسك اثناء التمرين هتحط نفسك في مخاطر الاصابه بحاجه من الاثنين. اول حاجه معانا لو عملت جندراسك مانوفر او الحزقه الجامده اللي بتعمل التمرين كده جامد، انت كاتم نفسك جوه ممكن ضغطك يرتفع لا قدر الله، يحصل لك جلطه. تخيل ممكن توصل الموضوع لجلطه، ممكن يحصل شرخ في احد الشرايين، الموضوع خطير جدا جدا، قد يتسبب في نهايه الوفاه. ده بيحصل طبعا مع عوامل صحيه ثانيه كتير، لكن خلي بالك ان دي خطوره في حد ذاتها. ثاني حاجه ممكن تحصل ودي الاكثر شيوعا، ان انت ممكن يجيلك فتاق او الهرنيا. يعني ايه فتاق؟ ببساطه شديده جدا الفتاق دوت معناها ان البطن عندنا طبيعي بتحتوي على المكونات زي الامعاء مثلا. بعد الامعاء والمكونات بتاعت البطن في الطبقات بتاعت البطن اللي بتكون مكونه من عضلات. لما انت بتبدا تكتم نفسك او تعمل تريننج اثناء التمرين وتبدا تشد جامد جدا، لو في ضعف في العضلات بتاعت البطن ديت ونتيجه الضغط الجامد اللي انت بتبقى عامله كده جامد كاتم نفسك، كل ده بيعمل ضغط داخلي جوه الجسم. لو في حته ضعيفه في العضلات بتبدا تضعف والامعاء تقوم داخله اكنها عامله زي ثقب في العضلات او الحته الطريه او اضعف حته في العضله وتقوم طالع منها. فمع الاصابه دي بتلاقي البطن كده بقى فيها حته طريه لو لمستها كده لجوه تبقى مؤلمه جدا، بتحس الامعاء نفسها من جوه. طبعا بيكون نتيجه ان انت اصلا عضلات بطنك ضعيفه، ثانيا انت مش منظم تنفسك وبتكتم تنفسك اثناء التمرين، خطورتها انها هتعطلك على التمرين لفتره طويله جدا، غير ان انت هتعمل عمليه جراحيه عشان تبدا تظبط الموضوع دوت، غير بعد كده التاهيل، غير كل ده وقت انت في غنى عنه لو ظبطت حته بسيطه قوي زي التنفس. طيب ازاي بقى ابدا اتنفس بالطريقه الصحيحه؟ والله كثره الاقاويل في الموضوع دوت، امتى اخد الشهيق وامتى اطلع الزفير. هقول لكم على الحاجه اللي انا شايفها من وجهه نظري هي الاصح والأضح، وهقول لكم ليه. عمليه التنفس عندنا باختصار بتتكون من عمليتين، عمليه الشهيق او ان انت بتدخل الاكسجين او بتدخل الهواء جواك صدرك وبطنك وكل حاجه بتتملي بالهواء كده، وعمليه الزفير ان انت بتبدا تخرج كل ده تاني كده. طبعا الاصعب في العمليتين واللي بيحتاج مجهود هي عمليه الشهيق، انت تاخد نفس كده، محتاج تشغل عضلات الحجاب الحاجز، ممكن لو انت كمان محتاج اكسجين اكتر بتشغل شويه عضلات مساعده فالموضوع بيبقى اكتر، محتاج مجهود. عمليه الزفير بتحصل باسف او بتحصل بدون مجهود، انت خدت الشهيق اهو طلعت الزفير طلع بطريقه باسف، ما احتجتش ان انت تعمل كده، ما احتجتش دي، انت لو سبت نفسك عادي هتطلعها. انما لو من غير ما تاخد الشهيق محدش هياخده عنك. انا بعمل التمرين دلوقتي عندي في التمرين جزئين، في الجزء الموجب والجزء السالب. يعني ايه الجزء الموجب والجزء السالب؟ يعني مثلا فلناخد مثال تمرين الضغط مثلا، وانت بتزق الارض وانت بتطلع في تمرين الضغط ده الجزء الموجب، وانت بتزق وانت بتنزل بالراحه عشان تبدا تعمل عده جديده عشان صدرك يلامس الارض تاني، النزله دي كلها هي الجزء السالب. طيب امتى اخد الشهيق بتاعي وامتى اخد الزفير بتاعي؟ الشهيق بتاخده في الجزء السهل من التمرين، ما يجتمعش شيئين صعبين. يعني الشهيق بيتم اثناء الايسنتريك ماسل كونتراكشن او الجزء السالب من التمرين. يعني مثلا واحنا بنعمل تمرين ضغط وانت نازل عشان تلمس صدرك للارض استعدادا لعده جديده بالراحه بالشكل ده، خد الشهيق بتاعك، وانت طالع بالوضع الصعب اللي هو بيحتاج كونسنتريك بيحتاج عزم او بيحتاج قوه، طلع الزفير جامد جدا وطلع فيه غلك زي ما بنقول. يعني اعمل كده بدل ما بتكتم نفسك في الوقت ده وتعمل كده، لا اعمل هكذا. القاعدة دي تنطبق على أي نوع من التمارين، سواء كان تمرين الضغط، سواء كان تمرين العقلة، سواء كان تمرين باي، تمرين تراي، أي نوعية من التمارين نفس القاعدة بتطبق. النقطة دي مهمة جدا جدا جدا، وكتير جدا جدا من الناس مش بياخد باله منها، وكتير جدا من الناس في الجيم اللي بقى بيعمل فيها جدعان صلوا على النبي كده، فعلا الموضوع خطير. أنت لو جيت في مرة من دي كده بطنك فتاق، ضغطك عالي جامد جدا، عمل لك لا قدر الله الاعراض اللي انا مش حابب اذكرها تاني، كفايه ما بحبش اذكر السيء كتير، لكن هو بيحصل وهو واقع. فخلي بالك جدا جدا من طريقه تنفسك اثناء التمرين يا بطل. بس كده كان الفيديو بتاعنا النهارده، لو عجبكم ما تنسوش اللايك الجميل يا ابطال، وقولوا لي حابين تشوفوا ايه تاني. الفيديو ده كان اقتراح من الكومنتس، واكيد انا بحب اسمع اقتراحاتكم واعمل لكم فيديوهات عن اللي انتم بتطلبوه. كان معاكم دكتور حازم طارق، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.